الله أكبر الله أكبر لا في شهر الصيام الكل يلوذ بمائدته عند الإفطار، لكن هناك أشخاص يظلون يعملون حتى يصدقوا القسم الذي قطعوه. منهم أعوان قسم الاستعجال بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس الذين زرناهم وأردنا أن نتعرف على أجوائهم في رمضان وقبل الإفطار. نخدموا ديما معنا كما قال توا سي فتحي يدينا على قلوبنا، فهمت؟ في أي لحظة تجم تعرف منين يجيك فهمت الضرب. الأرضية تحكي لسيادتك، أنت مش موجود عندنا نهائيا وقطعيا في مستشفى حبيب بورقيبة بالذات. في مستشفى بورقيبة بالذات لأن عندنا وكالة من غير بواب تسمى هذه عندنا. تدخل من كل باب وتخرج من كل باب. معناها تجي أنت قاعد تخدم توا ويجي واحد يهدك يعمل كما يحب ويشتهي. على ربي احنا ماذا بينا تعدى نهاية باهي ما تعرفش عليها راهي في كل لحظة ما تعرفش تسوي كل شيء. تكون تحط إيدك في الماكلة تجي حالة ذاك سدون على الكل تقف. بالنسبة لنا احنا بهذا رمضان نسمعوا فيه كان في الأذان. يعني غير الواحد خايف على امه تجينا هنا مريضه، اخته تجي مريضه، خوه يجي مريض، يعني المرضى احنا مبجلوهم علينا احنا، والاداره مش مجلتنا احنا على ياسر عبيد. طيب بالنسبه لجماعه السكيورتي وجماعه التنظيف قاعدين شغل الفطر لهنا تفهم فيه ولا لا؟ عاملين لهم لا وكال باش مثلا ما شيء معناتها كان الكاميرات تصور لافابو لافابو تلقى خامش الدنيا كل خامشه فهمت ولا؟ اما ثم هكا شي مهزلة 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 تشوف الكاميرات تشوف وكذا وتشوف بيسال تصور البلاصة متاع بيت الشريول معناتها تصور هكا الشريول معناتها الشريول يخدم سال ديرجونس يخدم سامي لانفكسيو معناتها الشريول معناتها يهز ما نعرفش قداش من جرثومة. هذه الحكاية هذه من نهار الحل خذينا ليرجونس هذه نهار الحل ليرجونس هذه إلى يومنا هذا في الصيف ما يقطر وفي الشتاء ما يقطر. شق الفطر باه ما ماش توك حاجه كبيره برشا. تماش قلق من ناحيه المواطنين جيت قلقوا كان بعد شق الفطر. المواطنين بزاف ماهوش متفاهمين. ساعات حتى المريض تقول له حق يدفع حقها كونسلتاسيون يعمل حاله كيفاش وسبيطار مجاني وكيفاش توا غادي قلت مازال قد. تشكيات ومخاوف عديده يواجهها الساهرون على مصلحه المواطن وحتى الامنيون يزورونهم وقت الافطار. ورغم كل هذا فهم يؤكدون على وحدتهم وتجانس وتناغم العائلة التي ترعى صحة المواطن في وقت ينساهم فيه كل المواطنين. عندنا 9 أعوان نخدموا بعضنا هونية، لكن العمل نتاعنا ما تجمش تحسبوا أنت. كيما نقدر ندخلوا توا الستة، نجوا الستة، احنا ما نجوش السبعة، نجوا الستة، ها؟ في رمضان نجوا الستة. والجيم تحسب تقول فهم نلقاو 10 مرضى، 12 مريض، 20 كيما نلقاو حتى مريض. كيما توا قاعدين ننظفوا في الخدمة نتاعنا احنا، ننظفوها باش وقت شق فترة نشق فترة براحتنا. وما تعرفش مش يجينا توا. بالنسبة للأجواء باهية تخيبش بيننا وبين الزملاء باهية معناها فما هيك اللحمة وفما بقينا ظروف الخدمة اللي ما تعجبش برشا فهمت نخدموا بالموجود دريج وقع شغل فدر الناس كل تخدم الحمد لله يا ربي الناس كل تسجدناها لاباس إن شاء الله ها كوي ودي في خدمة الشعب احنا وفي خدمة المواطنين مادام هما لاباس هما فرحانين كو لاباس سي نورمال متعبة ما يزيدوش على البال خدمة الإرجونس كانوا سهل بال سيد هذا باش يتنرفز يعمل عصب باش يخدم الكل انا عندي سنين ربي تو ايش 30 سنه هيك هي عاش نحبوها الإرجونس احنا هوني بكنا فخر زمني انا عندي 34 سنه خدمه في الإرجونس هذا عنده ايش 20 سنه في الإرجونس شنو 30 سنه في الإرجونس بكنا فخر زمني وبكنا نخدم كيف في الإرجونس ونحبوها الإرجونس رغم يحب حتى حد راهو تأخ وإفطار وصلات زادها دعم بعض المواطنين بزيارة خاطفة تكرم جهود النساء والرجال العاملين جمالا وتؤكد على أن أبناء الوطن جسد واحد مهما اختلفت أعمالهم ومشاربهم فإن أصولهم وقيمهم وأخلاقهم ودينهم يجمعهم ويميزهم في شهر رمضان المعظم.